كنت خدام وكنت غادي نجي نفطر هنا في الدار هكا زميل زعما هكا يلاه بديت كان يلاه صوبات المدام مفطور هكا قلت هذاك الشيء للناس بديت سمعت الغوات الناس كيغوتوا هذا طلعت كنجري للسطح باش نشوف شنو وقع لقيت الناس كي العافيه نايضه بزاف هكا شنو اللي فكرت فيه هو انني نقد ولادي في اللحظه باش هبت الدراري وهبت الدراري ونقدتهم سير باس غطلع العافيه طلعتني في الشطاط الشارج مشدات في هذا أنا زي كشوف الدار تحرق. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.